السيسي يؤكد أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. مي تؤكد أهمية تجاوز عقبة إيرلندا في طريق البريكسيت. واليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطوير العلاقات التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي وصولا للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة وتنمية الاستثمارات المشتركة. وخلال لقائه رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تيجران سركيسيا بمستهل لقائته بموسكو، نوه الرئيس السيسي إلى حجم مشروعات البنية التحتية التي تتم في مصر حاليا. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظي بورسعيد عادل الغضبان والقيادات التنفيذية مشروعات تطوير المستشفيات بالمحافظة. كما ناقش مدبولي المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة الجاري تنفيذها شرق بورسعيد. كما تفقد مدبولي المبنى الجديد لمجمع الورش والمعامل بكلية الهندسة، بالإضافة إلى منطقة الأنفاق والمزارع السمكية. أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس الأمريكي. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الجانبين ناقشا مستجدات الأحداث في المنطقة واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده منفتحة على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة، وأضاف أن أستراليا ستعيد النظر في دعمها للاتفاق النووي مع إيران. أعلنت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تريزا مي أن هناك تقاربا بين بلادها والاتحاد الأوروبي حول مفاوضات خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها أشارت إلى وجود فجوة حول مسألة الحدود الإيرلندية، وأكدت مي رفضها لاقتراح الاتحاد الأوروبي حول بقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي مع الكتلة الأوروبية. محليا تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء المصرية تحت عنوان التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق. يستمر هذا المؤتمر لثلاثة أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم. كان هذا موجزا لآخر وأهم الأنباء. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.